سلام بنات كديري، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بصحه جيده واموركم مزيان وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. نقدم لكم اليوم الفقاس. صراحه دائما الفقاس كنديرو عندي في القناه لانه كيجي الشكل ديالو المذاق روعة. كنبغي نشاركو معاكم فيما كنصيب شي فقاس، يعني كنشارك معاكم الوصفه ديالو. صافي كيف شفتوا معايا، راه يعني شكلا ومذاقا يعني راه روعه، وحتى داك يعني داك التحمار ديالو وهداك الطياب ديالو تيجي زوين. فانا اول حاجه غادي ناخذ واحد القصريه، غادي ندير فيها تقريبا واحد الكاس ديال اللوز. نتوما الى عندكم اللوز متوفر اكثر، ديروا واحد زلافه ديال اللوز او 200 غرام ولا 250 غرام ديال اللوز. عندي واحد الكاس ديال الزنجلان، وعندي نص كاس ديال حبه حلاوه والنافع. حبه حلاوه والنافع تنكون ديجا مسخناهم وتنطحنهم واحد شويه باش يعطيوني داك المذاق ديالو. صافي غندير واحد المعلقه القرفه، كندير فيها معلقه ديال القرفه، حتى هي تندير تقريبا معلقه ولا نص معلقه صغيره، المهم على حسب المذاق ديالكم. انا تقريبا درت ليها واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هنايا البيض غادي ندير هنايا سبعة ديال البيضات، يكونوا حجم كبير ولا حجم متوسط ما كاينش مشكل. صافي كيف شفتوا معايا، هنا راه المقادير مضبوطه تاع هاد الفقاس، راه كيجي روعه. راه تقريبا هو اللي كنخدم به الكوموندات، هو عرفتي الفقاس تبارك الله اكثر طلب عندي في الحلوى هو الفقاس، يعني كنخدمو كيجي روعه وكيجي واحد المذاق وواحد اللون فيه يعني زوين. صافي هنايا درت جوج ساشيات ديال الزهر، ساشيات هادو تاع الزهر تعطيو واحد المذاق روعه للفقاس. انا راه كيف شفتوا معايا، راه في الاول درت واحد يعني واحد ربع كاس ديال الزهر، الماء الزهر يعني عادي، درت جوج كيسان ديال السنيده، وإلا كنتو كتبغيو يعني شويه ناقص من الحلاوه ديروا كاس ونص ديال السنيده، جوج كيسان ديال الزيت حتى هما زيت نباتيه، جوج كؤوس عادي. الكاس تعبروا بيه العلبيه، عندكم شي كاس في الدار عبروا بيه الزيت وعبروا بيه السنيده. صافي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نجمعهم مع بعضياتهم. غنجمع البيض وهداك اللوز زنجلان، يعني كاع هاد المكونات هادو غادي نخلي النواشف هما الاخرين، غادي نخلي الخمارات والدقيق هو الاخر. صافي هنا غادي نبقى نخلط في هذه الطريقه هذه حتى ان البيض يولي واحد شويه اللون ديالو بحال غادي الابيضيه. المهم هنايا هذه الطريقه ديال الفقاس، هذه المرحله مهمه انكم تخلطوا مزيان هاد البيض مع هاد المكونات. هنا راه الزنجلان راه الا بغيتو ديروا كاس كامل ديرو، بغيتو ديروا نصف كاس ديرو. فانا كيعجبني داك الفقاس كيجي ميقم وتيجي زوين بهذه الطريقه بهذه المقادير اللي عطيتكم. وهداك الحبه حلاوه والنافع كنسخنهم واحد شويه وبحال كنهرمشهم في داك الهاشوار باش كيعطيوني واحد الرائحه ديال داك النافع وحبه حلاوه، كتعطي واحد الريحه زوينه كتعطي لهاد الفقاس، والمذاق ديالهم كيجي منكه. صافي كيف شفتوا مزيان، راه ما بغيتش نقطع معكم هاد المراحل باش تشوفوا مزيان الفقاس. عرفتي راه هاد المرحله كيف قلت لكم راه مهمه انني نخلط مزيان هاد البيض هذا حتى كيولي هاد اللون كيف شفتوا معايا، يولي بيض حتى يعطيني هاد اللون هذا عاد صافي نحبس من التخلاط. صافي هنا غادي نضيف الدقيق. كيف شفتوا درت الزلافه الاولى، غادي ندير الزلافه الثانيه وزلافة الثالثة، يعني تقريبا هز معايا واحد الكيلو ولا ربع او كيلو ديال الدقيق اللي كيهز، على حساب البيض، على حساب يعني الكاس اللي عبرتو به الزيت. هاد الاشياء هادي كتبقى يعني تقديريه ديال الدقيق، دائما على حساب البيض شحال غيهز معانا. فانا تقريبا دائما كيهز معايا ما بين كيلو حتى 900 غرام تيهز معايا ديال الدقيق. هذا العبار اكزاكت عطيتكم انا باش المهم ما كيفوتش عندي كيلو. صافي انايا نتوما باش تعرفوا الدقيق، يعني ما تخوش الدقيق في خطره واحده بحال اللي درت انا، حتى انا عارفه القياسي
كان هكا كنديرو في خطره واحده، وتندير معها دوك جوج الخمارات. حاجه واحده اكيد غنضيفها لكم، واحد المعلومه، ما تضيفوش الخماره على البيض ديريكت، حتى ديروا الدقيق عاد ضيفوا الخماره فوق الدقيق. هذه راه كتجي يعني بالتجرب، الا إيه درتو الخماره هي الاولى كيولي هذاك الفقاس بحال تيتفص، تيجي هابط ما كيجيش طالع بنفوخ. صافي شفتو معايا، انا غادي نبقى نجمع بالاطراف وكنزيد هنايا واحد شويه ديال الدقيق، يعني انا غادي نكمل كما قلت لكم 900 غرام حتى الكيلو ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نجمع مزيان، غادي نجمع هاد الفقاس، غير ما دلكوهش بزاف يعني ما تيبغيش تدليك. صافي هنا شفتو معايا راني جمعته، شوفوا ملي كتعرفوا صافي تجمع يعني حتى حاجه ما كتكون لاصقه في القصريه. صافي شفتو الطريقه، واليد ما كتلصقش يعني كيتجمع معاكم، ما كتبقاش لكم شي حاجه لاصقه في يديكم ولا في القصريه اللي تنديروا فيها هاد المقادير ديال الفقاس. صافي هنا غادي نديرهم كريات، غادي ندير 5 ديال الكريات ديال الفقاس، وغادي نبدا هكايا نديرهم حرابل. صافي غادي نديرهم هنايا كريات يكونوا متساويين في الحجم ديالهم، انا كندير 5 ديال الكريات على حساب الفران، الا كان عندكم لاطا كبيره كديروا 4، المهم انا عندي الفران هنايا صغير، غادي ندير 5 ديال الكريات. صافي هنا كيف شفتوا معايا راه كندير هاد الطريقه، كنهزها وتنحطها بالجهد يعني تنخبطها مع داك السطح العامل باش دوك الفقاعات اللي كيكونوا وسط ديال الفقاس ما كيجيش مجعب، وكيجي هكايا كيجي خاوي من الوسط. هاد الطريقه هادي ضروري ديروها في الفقاس عندكم، كتهزوا هذيك البودان كتهزوه في الفوق وكتحطوه كتخبطوه يعني باش كيخرج منه هذاك الهواء وتيجي يعني وحده على وحده. صافي هذه الطريقه ديالي، كنبقى حتى الطريقه تندور وتنحربل بايديا حتى كيعطيني على شكل البودان. صافي وتنحطهم على الصفيحه ديال الفرن كتكون مزيته، ولا كديروا لها الورق الطهي. صافي هنايا راه غادي نبدا نحط فيهم، كندير انا 4 في اللاطه كيف قلت لكم، لان عندي اللاطه شويه صغيره الفران عادي ديال الضو هو باش خدامه به. صافي غادي نكمل هاد الكريات هادو بهاد الطريقه هادي، وملي كتكون عندي شي لوزه يعني خارجه للجنب كندفعها بالاصبع ديالي باش تجي الوسط، باش داك اللوز يجيني الوسط ما يجيش في الجناب، ملي نبدا نقطع في الفقاس تيبدا تيهرس ليا الفقاس. المهم هاد الطرق هادي تنقولهم لكم باش انه ينجح معكم الفقاس، بالنسبه للدريات اللي باغيين يديروا الفقاس كيف هاد فهاد الايام هادي ديال ذكرى المولد، فهو راه تيجي يعني زوين ضروري. انا من الفقاس صراحه عندي في الدار يعني ضروري تنصيبو. صافي هنايا غادي نشوفوا الطريقه، يعني تنحاول باش يجيني مكور ما يجيش داك شي الفوق شي يعني يكون متساوي في الحجم ديالو. صافي غادي نكمل هاد الطريقه كيف شفتوا معايا، تنحاول ندخل هذاك اللوز ندخلو لداخل. صافي هنا درت واحد صفار ديال البيض مع نسكافيه، الا عندكم الكاكاو زيدوه حتى هو تيضيف واحد اللون تيضيفو زوين، الا عندكم الكاكاو ديروا واحد نصف معلقه ضيفوها مع هاد البيض. صافي هنايا غادي ندهن الوجه ديالهم مزيان، غادي ندهنو بهذاك النسكافيه واصفر ديال البيض حتى انه كيبان لي انه راه شربوا، وتنعاود ليه الكوش الثاني ضروري ما ديروا ليه جوج تاع لي كوش هكايا باش انه يعطي هذاك اللون ديال التحمار من الفوق. صافي غادي ناخذ واحد الفورشيت من بعد انني غادي نحمر، وغادي نجرو هكايا ونحطهم في الفران. صافي هنا انا كنقطع في الفقاس يعني الغد خليته بات انايا الفقاس، درت ليه واحد الزيف هكايا في اللاطه وحطيته تل يعني تل الغد في الصباح عاد بديت كنقطع فيه. حاجه اخرى ملي ديروا اللاطه ديروا ليها الزيف ضروري ديروا واحد البلاستيكه تغطيوه بها باش انه كيبقى مزموت وتيبقى رطب ما تيقصحش ليكم، باش يجيكم سهل في التقطاع ديالو
ويجيكم ما كيتفرتتش. شوفوا انا التقطع يعني تفرتيته ما تفرتت، شوفوا التقطع ديالو راه ما كيتفرتتش ليا، يعني في خاطر ما كيتفرتش يعني كما كنقطعو كما تيبقى. شوفوا هانتوما يعني هاد الطريقه، انا كنقسم ديك البودان كنقسمها على النص باش كتجيني سهله في التقطاع ديالها. صافي غادي نبقى على هاد الطريقه، نكملو كامل بهاد الطريقه هادي. كيف قلت لكم انا الفقاسه تنقسمها على النص، هذاك البودان باش كتجيني سهله وكتجيني زوينه هكا في التقطيع، احسن من بدا الفقاس من الراس. صافي المهم هذه الطريقه ديالي انا في الفقاس. صافي هنا غادي نبدا نستفو فوق السطح، فوق صفيحه ديال الفرن ونديرو في الفران.